السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه فريم دوت اي او ده؟ عبارة عن موقع اوبن سورس لفكرة ان احنا نعمل اوجمانتد رياليتي وفيجوال رياليتي، وان احنا نعمل 360 والحاجات دي كلها. فكل الحاجات دي بنقدر نعملها من خلال البرمجة طبعا، تمام. كل حاجة موجود بيها سورس كود، يعني اوبن سورس. فلو انت عايز تعمل اي حاجة بتقدر تحصل على شفرة الكود وتعدل فيها لحد ما توصل للحاجة اللي انت عايزها. بتقدر تعرض اي موديل انت عايزه اونلاين، ممكن تقول له اوبن موديل وتفتح اللي انت عايزه. في حاجات معموله 360 ايمج و360 فيديو، كان جوه المكان، وفي ار، يعني لو عندك الجهاز بتاع الفي ار ووصلت تقدر تشوف بالشكل دوت وتمشي جوه المكان. فهو في شويه افكار حلوه كده للناس اللي هي مهتميه بال الاوجمانتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي. ما لعبش اللعبة دي قبل كده.